تلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 11 ألف طلب للالتحاق ببرنامج بناء الكفاءات في نسخته الرابعة في جميع التخصصات الثمانية المعلن عنها في يونيو الماضي. وبدأت الهيئة في مرحلة فرز المتقدمين بعد انتهاء الفترة الخاصة باستقبال الطلبات، وذلك تمهيدا للإعلان عن النتائج النهائية في 19 من أغسطس المقبل من هذا العام، وقبل انطلاق البرنامج في 12 من سبتمبر حيث يستمر لعام كامل. وحول هذا وللمزيد انضم الينا من الرياض المستشار الزكوي والضريبي في هيئه الزكاه والضريبه والجمارك الاستاذ حمود المطيري. حمود الحربي، اهلا بك استاذ حمود معنا على نشره التاسعه. في البدايه، ما هي المزايا التي يقدمها برنامج بناء الكفاءات للمتقدمين حتى حصلتم على هذا العدد تقريبا اكثر من 11 ألف طالب للالتحاق بهذا البرنامج؟ مشاهدين، طبعا برنامج بناء الكفاءات هو اهم البرامج تقدمها الهيئه من خلال اكاديميتها، وهذا البرنامج طبعا الهدف منه هو زياده المهارات المهنيه والعمل وتدريب على راس العمل لزياده مهارات خريجي الجامعات السعوديه من طلاب وطالبات الخريجين في مجال الزكاه والضريبه. هذا البرنامج طبعا فيه عدد من المزايا، من اهمها احد هذه المزايا طبعا هو هذا البرنامج. السنه هذه هو النسخه الرابعه طبعا من هذا البرنامج، سوف ينطلق بالتعاون مع جامعه وارتون وهي من افضل 10 جامعات. ايضا المزايا الموجوده في هذا البرنامج التامين الطبي لهؤلاء الاشخاص الملتحقين في البرنامج له ولاسرته، ايضا وجود مكافاه سنويه والتسجيل في التامينات الاجتماعيه، بالإضافة إلى وجود إجازات وخلال هذه أو خلال العام الذي يتم التدريب فيه. نعم أستاذ حمود، ماذا المرحلة ربما التي بعد التقديم، يعني بعد 11 ألف طلب للالتحاق، المرحلة التالية كيف ستكون؟ طبعا التقديم انتهى قبل 3 أيام، والآن حلنا في مرحلة فرز لل 11 ألف طلب، وسوف يعلن عن نتائج في 19 أغسطس القادم بمشيئة الله، وسوف ينطلق البرنامج في 12 سبتمبر 2021 ولمدة عام. نعم، هل هناك تخصصات شهدت إقبالا كبيرا من المتقدمين دون تخصصات أخرى؟ طبعا البرنامج هو أو يحتوي على عدة مسارات أو 8 مسارات مهمة جدا، والتقديم حقيقة أغلب المتقدمين طبعا كانت لمسارات العمليات والشؤون القانونية وأيضا التحليل والمخاطر. شكرا جزيلا لك الأستاذ حمود الحربي المستشار الزكوي والضريبي في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.